حكايتنا الليلة كلها أمل. الحكاية ديال اليوم غادي تعجب الأغلبية ديالكم لأنها مليئة بالابتلاءات في الأول، لكن نهايتها عوض جميل، وما أدراك ما عوض الله. فاش كيعطي يدهش عبده بالعطاء دياله سبحانه، ولكن بشرط يعطي لما يلقى هذا العبد متفائل به خير وتيق فيه. بلا ما نزيد نكثر عليكم نظرة، خليكم مع حكاية الليلة لأنها غادي تعطيكم إيجابية وطاقة. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلامي لي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، اموركم هانيه. سمحوا لي اذا كنتو كتسمعوا شي شويه ضجيج نتاع المكيف، راه مستحيل والف مستحيل اننا نعيش بلا به. داكشي باش مقربه ليا الميكرو وداخله لكم في الكاميرا باش تسمعوني مزيان. فخليني ما نتعطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. صاحبه الحكايه كتقول: انا سميتي امل، من أسرة محترمة ماديا معنويا وحتى نفسيا. والدي خدامين والحمد لله، كبرنا مزيان أنا وخوتي، حتى كل واحد فينا وصل للمراتب اللي كانت زوينة. في 2010 في قريتي كان خاصني ندير الستاج، كان خاصني نمشي نديرو في واحد لوتيل، وهنا غادي نتعرف على المحاسب نتاع داك لوتيل اللي فين غادي تبدا ما بيناتنا قصة حب غادي تدوم لمدة 3 شهور. غادي تتطور وغادي يجي لعند والديا باش انه يخطبني من عندهم. هما بدورهم ما بغونيش باش انني نتزوج به حيتاش المستوى ديالو كان طايح. بداو يقولوا لي غادي تندمي وحنا راه ما مستعديش اننا ندخلوا في شي مشاكل مع عباد الله، وبزاف ديال الكلام والنصائح اللي طبخوني بهم والديا. لكن ما تصنتش في الاخير لكلامهم. انا عن دوري كنت مازال باقا صغيره، كان عندي 20 سنه، فرحانه باول حب في حياتي. فهاد الاكتشاف اللي درتو، هاد الاحاسيس الجديده اللي كنعرف، كنت قلت لي في البدايه بلي غادي نكريو الدار، وبشويه بشويه نبقاو كنجمعوا ونشريو دويره بيد ما نسالي قرايتي نيت ونخدم شي خدمه اللي هي مزيانه. هو كان ساكن في واحد الدار اللي كان تيجيو ليها والديه ديما، واللي كانوا ساكنين في النواحي نتاع ديك المدينه. قال لي: عرفتي شنو، بلا ما نزيدوا علينا في المصاريف خلينا نسكنوا في هاد الدار. ديك الدار كان كاريها وقديمه بزاف، مولاها مات وولادو ما مسوقينش ليها، خلاوها هكاك مكريه بواحد الثمن اللي كان رمزي، غير هي كانت وسط المدينه وكانت كتطل على واحد المنظر اللي كان زوين بزاف. المهم قنعني باش اننا نسكنوا في ديك الدار اللي اتتناها بشويه بشويه. المهم بقينا شويه ديال الوقت وما كنتش باغا ندير العرس، ولكن والديا سيصرون باش انا ندير شي حفيله نحتفل بزواجي. تزوجنا كلشي بخير، والديا فرحوا ليا بزاف حيتاش انا هي اول بنت في العائله. والايام تستمر حتى لواحد النهار غير هكا كان كلشي مزيان ما بيناتنا. كنت كنكمل قرايتي في نفس الوقت كنت نخدم في سونتر دابيل، وهو كان خدام محاسب في داك لوطيل اللي قلت لكم. فبداو كينوضوا ما بيناتنا مشاكل من تحت الارض. بدات الام ديالو كتجي في شي اوقات بلا ما كتعلمنا، كان ضروري خصهم يجيو كل نهايه اسبوع باش انهم يباتوا عندنا. باه كان الله يعفو عليه سكير ما تيسحاش، واخا كان الله يعمرها سلعه. انا عتزوج وبغيت ناخذ راحتي حتى كنلقاهم واقفين عليا، اولا تخيلوا تنكونوا ناعسين والام ديالو مع 7 ولا 8 ديال الصباح كتجي تحل علينا الباب نتاع البيت النعاس بدون اذن اللي كان عندنا فيه بالكون، وكتقول لنا راه بغيت نشرح حوايجي، ودا ما تيقول حتى شي حاجه، علما انه عندنا في الدار 2 ديال البالكونات وحده اخرين اللي كانوا كبار وفيهم النشار والسلوكه اللي بالامكانيه ديالها انها تنشر فيهم ودير اللي بغات. بدا السم والمشاكل. دابزنا واحد النهار واحد الدبزه اللي كانت خايبه، علاش انا ضد الدباز الاساسي؟ كنت شريت واحد الدار ديالي في واحد المدينه واحده اخرى اللي غادي نجي ليها، ما عرفت شنو كنت باغا نجيب داك النهار، وانا لقى الدار خاويه من الاثاث حرفيا، حيت انا اللي كنت مؤسستها. من عيطت للحساس وسولته راه الدار تسرقات والباب كان مسدود، قال لي: لا اختي امل دارك ما تسرقاتش، راه غير حماتك اللي جات وجابت معها الكاميون وزات كلشي وداتو معاها. كيفاش كيف كتسمعي؟ عيطت لبابا نهض الروينه. واحد النهار صيداتني كنت في الدار بوحدي، دخلت عليا هي ولدها وتكرفصوا عليا مزيان، تعداو عليا بزاف لدرجه انه نض هذا الشيء بالمشاده ما بين اليدين وسبان. وانا باش نكون معكم صريحه عندي شخصيه قويه وما كنسمح لحتى شي حد باش انه يظلمني ولا يتهجم عليا، كناخذ حقي راسي. فعلا انه والديا دراوش واخا قاريين ومثقفين ومتدينين، ولكن اذا دار لك شي حد شي حاجه تيبقاو يقولوا لي صافي خليه ديري فيه الخير تيغلب خيرك على شره. حقا انا كنت مازال في البدايه نتاع العشرينات ديالي وباقا صغيره، ماشي شي وحده اللي غتفكر مزيان معقلها. في نفس الوقت كنت فعلا تحقرت وما قدرتش نصبر. انا ذاك كنت حامله بزوج نتاع بنيتات اللي كانوا توام، فتحام عليا هو امه وقتلوا لي دوك البنيتات، تكرفصوا عليا مزيان، ترست لي يدي وركبتي حيت امه كانت كضربني بواحد الكرسي. رفعت طلاق وتطلقت منه وتحكموا بالحبس. ندمت علاش ما تصنتش الوالديه لانه كانوا رافضينه في الاول كيف قلت لكم، ولكن انا جبتها في راسي.
رفضوه لأنه بالنسبة لعائلتي والمستوى ديالها غير صالح نهائيا، وخانا ما كنتش مهتم لهذا النقطة. المهم دازت سنة وبقيت مدمرة نفسيا بعد بزاف ديال المعاناة، حيت الطلاق ماشي ساهل في المجتمع العربي ديالنا. غادي نرجع لخدمتي من أول جديد وقرايتي، وعاونوني والديا وقفوا معايا مع شي أصدقاء وشي أحباب من العائلة، حتى وقفت على رجلي والحمد لله قدرت باش انني نقص ديك المرحله اللي كانت خايبه. غادي ناخذ الماستر ديالي وخدمت خدمه زوينه ولله الحمد، ساريت وسافرت خارج المغرب. كان عندي بزاف ديال العلاقات ديال الصداقه انذاك، وما بين دوك العلاقات كان واحد السيد اللي كنت كنعرفوه من شحال هذه كان تيقتلني بالضحك، كان تيقرا معايا. فما عرفتش كيفاش في الاخير ديال 2015 لقيت راسي انا وياه في واحد العلاقه، وهذه ما قدرتش نفهمها لانه كانت بفعل سحر. المهم غادي نتحول لواحد المدينه وخدمت في بوست زوين ومرتاح وجالسه في دار جدي وكل شيء على خير وناشطه، حتى لواحد النهار غادي عيط لي هذا السيد اللي كنت كنعرف وقال لي انا راه في هذه المدينه واش بغيتي نتشوفوا. قلت لي ايه مرحبا انا في الدار، واحد شويه نخرج وها فين نتلاقاو. قال لي واخا. تلاقينا وقال لي هاكي ماما صيفطت لك هذه الاكله، حيت فاش كنا تنخدموا مجموعين ديما ممكن كطيب ليه وكنت ناكل معاه لانه كان طيبها زوين بزاف. ما غاديش نقول عليها الله يعطيها الصحه لانه ما كرهتش ندعي عليها ولا عليه، ما عرفتش صراحه، ولكن ديما تنقول الله ياخذ الحق، غادي تعرفوا علاش. المهم كليت حتى شبعت في هذيك الاكله اللي جاب خصيصا ليا. من بعد 4 ايام بالحساب بديت كنعيط لهداك السيد بدون انقطاع، وليت مهووسه به لدرجه انه خدمتي خرجت عليها وبقيت كنمشي ليها ولا كنديها فيها. الحلم اللي كنت كنرسمو هادي 12 سنه قبل وجالسه كنقرا وكنتقاتل كنت غادي نضيعو في رمشه عين. المهم فاش شافني انني مربوطه به واخا ما عرفتش كيفاش وقع هادشي غادي يقترح عليا باش اننا نتزوجو بدون تفكير. قلت ليه ايه داكشي اللي بغيت. مش هضر مع والدي، قالوا ليه لا ما تديش وحده مطلقه، مستحيل تديها مطلقه. واخا كانت كتعرفني مو بلي حنا كنا اصدقاء من ايام زمان، ولكن قالت لي حنا كنبغيوها وكنحترموها ولكن ما تديش وحده مطلقه، علما انه هاد الناس كانوا على قد الحال. با كانت عنده طاكسي قديمه، امه غير جالسه في الدار، وهم 4 ديال الخوت، وهو كان ديك الساعه اللي خدام فيهم في سونتر دابيل، يعني المستوى بعيد كل البعد على المستوى ديالنا. المهم هضر مع والديه، رفضوا. هضرت مع والديا وكذبت عليهم في بعض التفاصيل عليه الله يسمح ليا، ولكن كان خاصني العصا حيتاش كنت خايبه على الواعد ديالي انا ذاك. مشيت عند والديا وقلتها لهم. بصراحه ماما كانت ضد، وحتى جدتي الله يرحمها رفضت، لكن بابا ما اعترضش. المهم غادي ننتقل في خدمتي للمدينه فين هو تيسكن، وانا راه باقا عندي ديك الدويره اللي كان سرق ليا داك المسخوط في الاول حدا ديك المدينه. اقترحت عليه باش اننا نمشيو نسكنوا فيها ونبداو نديروا لا نافيت، ساعه ديال الطريق في النهار ما كاين حتى شي مشكل. المهم بالسيف على والديه ما بغاوش، مشيت انا ويا العدول درنا العقد، درنا حفيله ومشينا لداري وعايشين ما كاين حتى شي مشكل. من بعد 6 شهور بالحساب اللي فيها غادي نكتشف بلي انه السيد تيسرق، حصلتو تيسرق من والديا في الدار. اذا شي حد خلى الصاك ديالو ولا حط البسطام ديالو في الدخله ديال الباب بدينا كنلاحظوا انه بعض الامور كتنقص من الدار، وهذا الشيء عمره ما وقع لينا من قبل. نفس الناس اللي كانوا عايشين معنا باقيين وخدامين عندنا كيدخلوا كيخرجوا، وعمر ما وقعت شي حاجه بحال هذه حتى جا هذا السيد. بعد 6 شهور ديال الزواج واحد النهار شفتو بعيني تيسرق من الصاك نتاع اختي، مشيت عنده وقلت ليه فلان اجي معايا عافاك بغيت ندوي معاك. خرجنا من الدار باش حتى شي حد ما يسمع هضرتي، شنو كاين راني شفتك بعيني دخلتي لبيت اختي حليتي الصاك ديالها وزيتي الفلوس، يعني بلا ما تكذب عليا، وديك السرقه اللي كيتشكاو منها دارنا راه غير من نهار بنتي نتايا. المهم بقى عليا لا ما لا. قلت ليه شوف من الاخر غادي تنسى عليك هاد العاده، واذا كنت مريض نمشيو لعند شي طبيب تداوى، المهم نلقاو شي حل. يمكن لو كان شي وحده اخرى غادي تقول ليه السلام عليكم، ولكن انا عطيتو فرصه. بقينا كنهضروا كنتحاوروا وتبتني مزيان، فبديت كنقلب على اطباء نفسيين اللي يقدروا يشخصوا الحاله ديالو، حيت تكررات اكثر واكثر شي 8 ديال المرات. تخيلوا مريض بالسرقه بما فيهم انه حتى المعن تاع الدار كان تيهزهم. واحد النهار الدره ديال ماما هزه، يعني كانوا شي حوايج لي تافهين ما غاديش تمرض اصلا راسك باش انك ترقوم. من بعد شهر على هذا الحدث كنا في الصيف اللي جا فيه العيد ميلاد ديالي، ماما كانت مشات لواحد المدينه هي واحد البنت اللي كانت مربياها وكتعاونها في الشغل تاع الدار، داتها معاها باش انهم يسيقوا واحد الدار اللي عندهم في ديك المدينه الاخرى، وحنا نخلطوا عليهم من بعد 10 ايام ندوزوا معاهم واحد العطله اللي هي خفيفه. نهار ديال عيد ميلادي كنت في داري، ماما ما كايناش في دارها، كانت غير اختي وبابا. قال لي راجلي شنو بالك اننا ناخذ حليوه ونمشيو للدار عند بابا كنجلسوا معاه. قلت ليه هي حتى هذه فكره. فعلا دوزنا ديك الليله ضاحكين ناشطين صافي نعسنا. لغد ليه مع 8 ديال الصباح جاي عندي تيفيق فيا
امل امل انا خاصني نمشي عند والديا لهاد المدينه. علاش هيك لاباس؟ ما شتيش راه خويا دار كسيده وكتفوره مهرس؟ خصني نمشي نوصلك. لا غير خليك نعسه مرتاحه، غادي نرجع جويه الزوج ولا ثلاثه نتلاقاو في الدار ديالنا باش نتغداو مع بعضياتنا. واخا 12 انا غادي نمشي للدار نوجد، المهم تدوي لي وعطيني اخبارك. بسلامه بسلامه. رجعت نعس، مع العشرة ديال الصباح جات واحد السيده صونات عليا في الانترفون تاع الدار. امل ايها لاله شكون معايا؟ انا مفوضه قضائيه، جيت نجيب لك واحد الدعوه. الدعوه ديالاش لاله؟ شكون رافعها عليا؟ حيت انا ما دايره حتى شي حاجه. خرجي عندي بعدا امل، غير باش نخرج من الدار للباب اللي كاين في الجرده داز عندي ثقيل وما فاهماش باش تبليت. حليت الباب، السلام عليكم، عطاتني الورقه بديت كنقرا. تخيلوا كنلقى باللي انا والسيد اللي ودعني مع 8 ديال الصباح رفع عليا دعوه ديال الطلاق شهر قبل، واللي هي من بعد ديك الحصله اللي حصلته نتاع السرقه، وكان عايش معايا عادي وما كاين حتى شي مشكل. في ديك اللحظه فاش شفت ديك الدعوه، حاجه اللي جاتني في بالي هي داري، حيت انا ديك الساعه في مدينه وداري في مدينه واحده اخرى بعيده عليا بواحد ساعه ديال المكانه. سنيت لديك السيده، دخلت للدار ثاني نجري وبديت نعيط على بابا. بابا اعتق يلا نمشيو لداري، اشنو كاين واشنو كاين؟ قال لي ايوا شنو؟ قلت له هاد المفوضه القضائيه جايه من المدينه اللي فيها داري. شنو سميت المكتب؟ ها شنو سميتو؟ ايوا هذا صاحبي، بلاتي نعيط عليه. دواليه بابا، انا مشيت كنجري لداري، دخلت ليها وكنلقاها كتبسم خاويه كتصفر. ايه ديك الليله اللي داني نبات في دارنا في الليله ديال عيد ميلادي، دار لي احسن كادو، الله ياخذ فيه الحق. راه ما طفروش وما عمره ما غادي يطفروا، وغنبقى كندعي عليه حتى نموت. ديك الليله اللي بات معايا عند بابا، عطى الصوره لبا ومو وثلاثه ديال الخوت قداشنا هما مع شي زوج واحد اخرين كيجيوه من العائله، وغادي يكشطوا لي الدار ديالي من كل شيء. تخيلوا ديك الدار اللي ما عنده فيها حتى شي حاجه، وقيده هي الاخرى ما دارها وما عندوش فيها. مشيت عيطت على البوليس على اساس انه داري راه تسرقات، داروا البصمات، لقاو البصمات ديال مو ديال با وخوتو، ونط الروين عاوتاني ومشاكل والمحاكم، وتبهدلت بزاف. ونفسيا كنت مدمره، حيتاش من اول وجديد الزواج الثاني فشل ليا وغادي ياثر عليا بزاف. من بعد داكشي طلقت ودرت اتفاقيه انني ما بغيتش داكشي اللي كان في الدار، بما انه خرجوه من داري انا بغيت تعويض مادي نشري كل شيء جديد. ما نكذبش عليكم، ما خاصني حتى شي خير، ولكن يستاهل. حكمت المحكمة بمبلغ جد مهم، ودرت لي الدين والرجلين، وأي واحد كان عارفه تواصلت معاه باش أنني نقدر نصطم عليه بما تحمله الكلمة من معنى، لأني كنت معاه بنت الناس وكل شي كان مني، هو كان غير ضيف وعمرني ما تكبرت عليه. والدي عمرني في حياتي ما شفتهم، كنت كنعاونو باش انه يصيفط لهم واحد المبلغ مالي في الشهر، درت بزاف ديال الحوايج زوينين، لكن تعدى عليا وعلى الطيبوبه ديالي فبهدلته. من بعد هذا الشيء ما نكذبش عليكم، عانيت بزاف، وكنت كنمشي عند اطباء نفسيين بالتخبيه حتى وليت شويه لاباس، ورجعت لخدمتي وطلبت انني نرجع للمدينه الاولى فين كنت، ورجعت كنتاقلم مع حياتي الجديده. عطيت فرصه من راسي من اول وجديد. واحد النهار واحد الصديقه ديالي ديال الطفوله اللي كانت اخت بالنسبه ليا عيطات عليا وقالت لي امل انا راه كاينه هنا اجي نتلاقاو. قلت لها انا جايه. قالت لي لا فين كان اللي نجي عندك؟ قلت لها انا في الدار. قالت لي انا جايه. جات لعندي باليزه ديالها وقالت لي انا جايه نقص معاك شي ايام. شويه بدات كدوي في الميساجات مع شي واحد، سولتها شنو مخبيه عليا، بقات كتشوفي وقالت لي صراحه شوفي راني دخلت لواحد السيد وتلاقيت بواحد السيد هادي 8 شهور وانا تندوي معاه، جاني ظريف بزاف من هاد الدوله وراه ساكن في دوله واحده اخرى، وراه رجل اعمال ومثقف، غير هو كبير عليا في السن وما عرفش واش بابا غادي يقبل به. قلت لها وريه ليا، وراته ليا، وهي تقول لي راني جيت على قبله حيتاش جا زوج ديال المرات وبغى يرجع هاد المره باش انني ندوي مع بابا ونتزوج به، جايب معاه اوراقي. بما انه صاحبتي فهي مدينه ليا بالنصيحه. قلت لها لا ما تزوجيهش حتى تاكدوا، وراه هادشي ديال الانترنت انا كنخاف منه. حتى قالت لي لا راني سافرت لعندو وتلاقيت به وعرفتو مزيان. المهم جلست معايا 5 ايام وجا ومشيت معاه وتلاقينا به، ولقيتو بلي انا ولد الناس الله يعمرها دار. المهم باختصار مفيد، بابا غادي يقبل وقال ليها من بعد شهر غادي يتزوجوا. فبقينا ديك المده كلها كنوجدو، شديت واحد الكونجي لانه كنت عييت بالخدمه. واحد النهار قبل العرس ديالها ديال صاحبتي باسبوع غادي نمشيو نضربوا واحد التحميمه، وجلسنا بالليل كنجمعوا، وهي تقول لي امل اختي ما كتفكريش تزوجي؟ قلت لها لا ابدا ابدا، من بعد هادشي اللي داز عليا تكرفصت وتضربت وتبهدلت، صافي دوزت حقيت وعانيت الله يجعل البركه، انا بغيت غير نتسنط لعظامي. بقات عليا ديك الليله كتقنعني وتقول لي لا والو والله ما نخليك من مورايا. ما عرفتش كيفاش وقع لي حتى دخلت لهذاك السيت، تقيد فيه مع 8 ديال الصباح. شويه غادي يطلع ليا واحد السيد، مساء الخير مساء النور. قلت لها فلانه اجي تشوفي، راه شي واحد صيفط ليا ميساج، ولكن راه تيهضر بالعربيه وانا ما فهمتش شنو تيقول. دخلنا نقلبوا شكون، لقيناه من دوله عربيه،
ماشي خليجي، وقلت ليها لا راه مستحيل من المغرب لديك البلاصه، لا لا ما يمكنش. ايوا اجي نشوفو بعدا. بدينا كنفلي في التصور ديالو، بان لينا بلي انه انسان زوين بزاف في الصوره ديالو، والضحكه ديالو جذبتني ليه. السيد باين عليه بلي انه ميسور ماشي مقرد، حيت حلفت بلي انه اذا جاب الله كانت عندي فرصه انني نعاود نتزوج من جديد، ابدا واش نديه قل مني ونعاود نفس الغلط. يا اما قدي في المستوى ولا قد عائلتي ولا اكثر. غادي يطلب مني مرتي، حلفات صاحبتي حتى نعطيها ليه. بقينا تنهضروا الايام، جاني ضريف وبزاف وراجل اعمال، واخا كان كبير عليا ب 16 سنه، ولكن كان تيبان في السيفه ديالو صغير وكان مهلي في راسو. وقلت انا هذا الشيء اللي باغا، ما بغيتش شي واحد بعلوك بحال دوك الزوج اللي فشلت معاهم. نهار عرس صاحبتي غادي يطلب مني انني نوريه تصاوري، سولني شنو عندي لاخت ليه. قلت ليه والو. قال لي شنو بالك تجي تجيبيني من المطار؟ تصدمت، واش من نيتك؟ اييه. ساليت العرس، دخلت للدار، هزيت حويجاتي، قلت لهم انا غدا للخدمه، وانا مشيت للمطار باش نستقبلو. عجبني بزاف، ضريب جاب لي الكادو، تيعتني بيا بزاف، وبديت كنقول مع راسي هذا يا اما يجي يتفلى عليا يا اما يقتلني. حيت هادو هما الافكار ديالي اللي كانوا عندي، خصوصا انني غامرت فاش دخلت لهداك السيت، لانه داك الشيء ما فيهش الثقه نهائيا. المهم بعد داك الشيء حطيتو في اوتيل وقلت ليه ارتاح، انا غادي نمشي لانه عندي ما يدار، من بعد غادي ندوز لعندك ونخرجوا مجموعين. دوزنا اسبوع مجموعين حتى تعرفت عليه عن قرب. واحد شويه غادي يطلب مني اني نتكلم مع دارنا حيت بغا يتزوج بيا. تخيلوا، وقفت على ماما وبابا وقلت لهم راه تعرفت على واحد السيد. قال لي يا بابا الله يا بنتي في هذه الدوله وحنا ما تنعرفوش. قلت ليه بابا خليها في يد مولانا، صافي هذه المره ان شاء الله الثالثه ثابته، وعندي يقين بلي انه ربي ما غاديش يخيبني. فعلا في كل صلاه كنت كنصلي تنطول السجود ديالي وتنقول يا ربي برحمتك التي سبقت قدرتك اعطيني من فضلك وغنيني على داك الشيء اللي وقع ليا، وبغيتك يا مولانا يا كريم تهز عليا هذا الضيق والضنك اللي عايشه فيه في نفسي، حيت فعلا تاديت واستغلوا بعض الاصدقاء سوء هذه اللحظه ديال الضعف ديالي ديال نفسيتي وجروني ودخلت في دوامه التعاطي باش ننسى ونتناسى من اش دزت. واخا كنت كبيره شويه في 22 سنه، لكن دغيا زلقوا لي رجلي، وليت كنخرج بالتخبي على والديا، حتى حد ما كان كيسيق لي الخبر، لانه اكيد هذا الشيء كان ممنوع منعا باتا عندنا في العائله. المهم بابا غايقول لي بلي خاص الراجل يجي يشوفني باش ندوي معاه، عديك الساعه نقرروا. وريت لماما التصويره ديالو وعجبها، وقالت لي حنا راه ما عرفناش شنو غادي نقولوا لك، غير هو راه بعيد، المهم يجيب الوالدي ديالو ونشوفوا هذا الشيء وديك الساعه نقرروا. دويت ليه وقلت ليه والدي راه ما قالوش لا في نطاق بلي انك راه عجبتيهم من خلال التصاور، وقالوا لا في نطاق ما تجيش الا وانك جايب معك والديك. المهم قال لي اكيد اذا جاي غادي نخطب غادي نجيبهم معايا. الصدفه ديال الله والترتيب ديال مولانا اللي هو مدبر حكيم، حتى هو كان مزوج ومطلق زوج ديال المرات، يعني ما غادي يعايرني ما غادي نعايرو، عنده زوج ديال الوليدات مع مرته الاولى. المهم انا ديك الساعه عندي 26 سنه، غادي يجي بعد شي 3 شهور ولا قل كاع، وجاب معاه موباه واختو ووليداتهم، وجاو دوزو معنا شهر. صايبت له وريقات انا وياه، سولني على التقاليد والعادات ديالنا، قلت ليه بصراحه ما غندير حتى شي حاجه. قال لي اللي بغيتي نديرو لك. قلت ليه لا ما بغيت والو، غير سير دوي مع والديا. والديا وصاو عليا وقالوا لي حنا ما تنبيعوش بنتنا ولو نزنوها بالذهب، راك شفتي الخير فين عايشه، بغيناك تهلا فيها وديرها في عينيك، وما بغيتهاش نهار تعيط لي وتقول لي راه تكرفس عليا فلان ولا ضربني. قال لي كان وعدك بحياه وليداتي ووعد الرجل انني غادي نصونها. فعلا دوزت بيه، دوزنا شهر في المغرب، رجعنا مجموعين لبلادو، وصراحه منين مشيت معاه لقيت اي حاجه كتمناها اي وحده كاينه عنده. كاع دوك الاحزان اللي دازت عليا والالم من طرف دوك الاشخاص اللي عمرني ما نسمح ليهم، ربي فرجع عليا وعطاني شنو كان يستحق. عنده فيلا، طوموبيلات، قصر، رجل اعمال تبارك الله عليه، يقام له ويقعد له، لا هو لا عائلته كلها. اختو كتحماق عليا وحمات لدابا، حنا راه 6 سنين باش مجموعين، عمرها ما اداتني ومهليه فيا بالكادوات، واخا ما خصني حتى شي خير معاه وحتى شي حد منهم عمرو ما هز فيا العين. عنده زوج وليدات كنحماق عليهم وكيحماقوا عليا، وتزاد عندي حتى انا وليد واحد اخر اللي دابا عنده 6 سنين. عمرني ما شفت من هاد العائله شي شر، ربي عوضني بهم اجمل عوض. فالعبره من قصتي انه ربي كبير بزاف وخصنا نثقوا فيه. كنحمد الله ونشكره انني عمرني ما قطعت صلاتي، شكرا وحبا في الله لانه نقدني لما دخلت في الهاويه ديال الممنوعات. وراكم عارفين فاش تيكون عندكم فلوس بزاف والحريه بزاف كتقدروا تدخلوا لشي دوامه ماشي ديالكم لما فيها ما يتشاف وغير عذاب واذى وحرام. وصراحه كانت فتره قصيره اللي دامت عام ونص وحبست، لانه بديت كنقول ويلي انا صلاتي ما كنقطعهاش ولا الذكر ديالي، ما يمكنش والديا اذا تقول خبر غيمشيو لهذا الشيء اللي كندير غادي يحماقوا
وانا بصراحه والدي عندي الدنيا كلها. اخيرا تنطلب من الله عاجلا باش انه يعفو عليا انني ما نبقاش نكمي. انا امل وقصتي عاودتها باش نعطي الامل. بغيت نقول اي وحده كتشوفني دابا كتعيش شي ضنك ولا الم تشبتي بحبل مولانا، حيت حتى حد ما غادي يحتقك ولا ينصرك من غيره. وهذه هي كانت حكايتي، وهذه هي كانت حكايه امل. ما عندي حتى شي حاجه نقولها في الاخير. لكم التعليق، غادي تقرا كاع الرسائل ديالكم اللي غادي تخليو ليها. دمتم في رعايه الله وحفظه، وانا كنصور طفات لي الكاميرا. بغيت نقول لكم سلام سلام.